معايا سيادة النائب سمير غطاس. سيادة النائب مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا مدام. يعني انت سمعت يعني احد الغفراء بيتكلم والوضع في امن الشرطه، وامبارح من تم القبض عليهم. يعني هل هذا هو الوقت للتعامل مع هذه القضيه وانس اند فور اول زي ما بنقول؟ يعني الحقيقه استاذ لميس، انا ما كنتش احب ابدا ادخل في مداخله مع حد خارج على القانون. الاخ اللي معاكي بيقول انه من مؤسسي ائتلاف مش عارف ايه وائتلاف ايه وائتلاف ايه، هذا امر غير قانوني، ومكانه الوحيد هو الخروج على القانون، مكانه في السجن وليس نقاش ولا فتح الاعلام. الظاهره، هذه الظاهره لها جانبين، وانا قلت ظاهره لانها ليست حوادث فرديه. العام الماضي فقط في 7 عمليات اطلاق رصاص، وقبل كده في بعد 11 في بعد 25 يناير 2011 اكثر من اعتصام واغلاق ابواب بالحديد وطرد يعني ضباط كبار والى اخره. عشان اكون واضح تماما ان الامر لا يقتصر على امناء الشرطه. صح. لو ان ضباط الشرطه اقاموا ائتلافا داخل وزاره الداخليه فهذا امر ايضا يجرمه القانون. لا توجد داخل وزارات الداخليه ولا اجهزه الامن اي تشكيلات سياسيه، لا ائتلاف ولا غير ائتلاف، ده كلام فاضي ويجب وقفه حالا وفورا، والتسامح معه في الفترات السابقه هو الذي ولد هذه الجماعه التي اسميها التراس الامنه، وهؤلاء مكانهم القانون، يجب ان يطبق القانون عليهم بحسب. قطع الطرق والتظاهر والاعتصام واغلاق ووجود صفحات سياسيه تعبر عنهم، كل هذه المسائل غير مسموح بها على الاطلاق في اي جهاز امني. البعض يقول لك ما في مواطنين بيغلطوا، المواطن لما يغلط غير الذي ينفذ القانون، سلطة القانون. وبالتالي أول شيء تلام عليه الداخلية ويجب وقفه الآن، والشعب المصري وهو ونواب الأمة خلف وزارة الداخلية، هو وضع حد نهائي لتسييس التراس الأمناء الذين عاد كثير منهم بعد أن فصلوا لأسباب معروفة تماما، السرقة والبلطجة والإتاوات وإلى آخره. هذا الأمر يجب أن ينتهي، لا يوجد تشكيل داخل لا وزارة الداخلية ولا الجيش ولا الأجهزة الأمنية اسمه التراس الأمناء ولا ائتلاف الأمناء ولا معرفش إيه كل الكلام الفاضي ده. الجانب الظاهرة دي لها جانبين، جانب أمني وجانب سياسي. الجانب الأمني كل مصر بتعرف أن التراس الأمناء، وأنا بقول التراس الأمناء لأنه هذا الأمر لا ينسحب على 360 ألف أمين شرطة، نحن نحني جباهنا للشهداء الذين قدموا حياتهم دفاعا عن الوطن أثناء مواجهتهم للإرهاب أو الجريمة المنظمة. لكن أنا أتحدث عن هذه الفئة التي تعقد مؤتمرات وتطلع في بيانات صحفية وتعمل معرفش إيه، هذا الأمر لا يوجد مثيل له في العالم. طيب ولا يجب أن يكون موجودا هنا على الإطلاق. طيب سيادة النائب، كثيرة تفضلي حضرتك. سيادة النائب، النهاردة لماذا لم يعني عملتوا إيه في مجلس الشعب؟ أنا أقول لحضرتك، أنا ما كمان عندنا مشاكل في المجلس لا تعد ولا تحصى، ما احنا كمان مش ملائكة. أنا قدمت في بداية الجلسة اقتراحا مكتوبا للسيد رئيس المجلس أن تشكل لجنة، حتى لأن الأمر لا يقتصر على أني أغلظ العقوبة. لما أغلظ العقوبة أولا ما فيش محاكم عسكرية لهؤلاء لأنهم جهات مدني، وسبق أن حصل طعن دستوري، وبالتالي يجب أن أجد مخرج. لكن ظاهرة بهذه الخطورة تهدد الأمن القومي المصري يجب أن تعالج من جميع أبعادها. صح. بس ليه يا فندم البرلمان يعني كنت أقول لحضرتك أهو، كنا متخيلين أن يبقى في لجنة. تفضل يا سيادة. أنا قدمت اقتراح أول ما دخلت، قدمت اقتراح للسيد رئيس الجلسة رئيس المجلس بتشكيل لجنة مصغرة من أعضاء من البرلمان ووزارة الداخلية، نعكف على دراسة بعمق وبشفافية كاملة حتى نحيط بأبعاد هذه الظاهرة ونحتويها ونجد لها حلا. للأسف الشديد سيد رئيس المجلس فتح نقاشا حول هذا الموضوع، النقاش كما تعرفي يعني جدل رايح وجاي، خلاص القرار لم يصدر القرار وقال نغلق الحوار، اغلق الحوار. ما زلت اجدد الدعوه للسيد رئيس البرلمان ولاعضاء البرلمان ولوزاره الداخليه انه المساله لا تحل فقط بقانون يغلظ العقوبه، لانه الماده 83 في قانون العقوبات في وزاره الداخليه في عقوبات 12 عقوبه تبدا من الانذار وتنتهي بالفصل. المشكلة ليست فقط هذا، المشكلة التكوين، تأثيراتهم على المجتمع، علاقاتهم بالضباط، مشكلة متعددة. استخدام السلاح، متى يستخدم السلاح ومتى لا يستخدم، هناك فروق في دخول أمناء الشرطة. أنا مع أمناء الشرطة لأنه الأمين في أمناء ما بياخدوش 100% وفي أمناء بياخدوا 300%.
هل نقصر في أسئلة مثلا ما يعني ماذا تعني أن الشرطة يبقى لها تدخل في مباحث الكهرباء مثلا، ده باب للفساد، وأنا أعرف كيف يجني أمناء شرطة أموالا هائلة وطائلة من وراء هذا. يعني هذا الأمر يتطلب معالجة عميقة وهادئة، لكن في نفس الوقت لا يجب على وزارة الداخلية على الإطلاق أن تسمح بما يسمى ائتلاف وتصريحات. واحد يطلع في اللي يقول لكم معايا أوراق ومعيش أوراق، ده مكانه في السجن، مكانه بالقانون في السجن، لأن القوانين المرعية داخل المؤسسات الأمنية لا تسمح لمثل هذا الأمر، لأنه هذا يقود وزارة الداخلية ويقود الأمن ويضعف ثقة. نحن تنمنا بكل قوة توتير العلاقة بين المواطنين وبين وزارة الداخلية، لكن على وزارة الداخلية أن تستند إلى الإرادة الشعبية وإلى نواب الوطن الذين يقولون لها خذي الأمر بجدية هذه المرة. لا يسمح، بس اسمح لي يا سيادة النائب، أنا موافقة معاك تماما، بس اسمح لي أن أنا كنت متوقعة من البرلمان دور أقوى من كده شوية، برغم يعني متى يتحرك مجلس الشعب؟ يعني هو ده دوره، هو ده وقته. صحيح تماما، لكن في يعني مناقشة اللائحة تقدمت على مناقشة هذا الأمر، ولذلك أنا تقدمت باقتراح وما زلت متقدم. أنا أرجو من وزارة الداخلية أن تبادر، هي أن تبادر بطلب لجنة مشتركة من النواب وبين الشرطة لبحث هذه الظاهرة بشكل إجمالي ووضح حد لهذا الأمر. لكن اسمحي لي أعود فأكرر، لا يجب السماح بأي شكل من الأشكال بأي تشكيل سياسي أو نقابي داخل وزارة الداخلية من لا ضباط ولا أمناء شرطة، لأن هذا الأمر خطير ويجب وضع حد له وعدم السماح على الإطلاق مهما كانت المبررات لهذه المسألة، لأنه ده خطر حقيقي على يتهدد الأمن والمواطن. بشكرك سيادة النائب سمير غطاس، بشكرك يعني أعتقد الغفير أيمن، يعني هو الحقيقة كلام النائب سمير غطاس منطقي جدا. أي ائتلاف داخل موضوع داخل الداخلية ده، أي ائتلاف ده غير قانوني، فيعني أظن أن هذه الائتلافات كلها يجب أن تفض.